اليوم وظيفتي انظف بيت كان فيه جريمة قتل راحوا فيها 5 اشخاص واخذ معي كل الادلة تاعتهم او تاعتي مش عارف المهم ما نترك كل دليل ورانا وكل هاد مقابل 15,000 دولار بشتغلش ببلاش انا كله بمصاري فهل رح نقدر ننظف مسرح جريمة القتل ولا نمسك وروح علينا 15,000 دولار اللي رح يحضر هذا الفيديو اكيد رح يعرف الجواب وتعالوا نعمل تحدي نحاول نوصل هذا الفيديو ل 5,000 لايك لانه هاي اللعبة فيها شباتر واذا وصلنا هذا الفيديو ل 5,000 لايك لا خمسة واحدة راح العب الشابتر الثاني خلونا نفجر اللايكات واصح نسيت تعمل الاشتراك بالقناة صح اشتركت شكرا يلا على الفيديو مين هاي؟ هاي الشعر الكيوت هاي اللي انا فايتة انظف اشلاءها؟ لا ليكون انا اللي قتلتها مش عارف تعالوا نفوت على الجيم ونكتشف احنا اللي قتلينها ولا مش احنا انيو جيم هذا البيت تبعنا؟ في حد عم برن؟ It's open, just come in. Hi, is Mark back home? He should be in a few minutes. بتحكي له استنى شوي. Do you want something to drink? بدك شراب او عصير؟ No thanks. لا حكالها ما بدي ايه ده صلوا على النبي يا جماعة مش مستاهل سمعتوا شكلها قتلته او قتلها مش عارف في حد قتل حد هو اللي بيشرب عندهم عصير هدول الجماعه بموتوه ما بدي اشرب عصير نص الموضوع ايش 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 كنت نايمه انا انا اللي قتلتني ولا لا شوفي هذا بيتي ولا البيت اللي انا جاي انظف فيه اشلاء هاي الشقره ولا لتكون هاي الشقره اصلا مرتي مين انا مين هاي هذا الصالون تبعنا ما احلاه هذا الكلب بقدر اتفاعل معه ما احسنني شفتوني شو عملت في تليفون برن جايز مش عارف لمين هذا التليفون الي ولا لاصحاب البيت ولا انا اساسا صاحبه البيت ما احلى المطبخ تفرجوا بقدر افتح الثلاجه انا بقدر اتفاعل مع كل الاشياء عادي الثلاجه شو فيها ما فيها إشي ما بجيب اغراض لبيتي انا ما بجيب ما معي مصاري لو معي مصاري بجيب بس ما معي مصاري في هذا المكان توقع انه القبو تبعنا ايش هذا الشريط لازم اخده خدته شوفي انتي يا كيوت يا كيوت انتي انا مش عارف مين انتي بس انا حبيتك اي لاف يو قلب مني الك مين الحيوان مين الحيوان اللي اجى من قلبه يموتك مين ليش تعرضي عليه انتي ليش تعرضي عليه شو يشرب الله يجعله لا شرب شو بدك فيه هبله ما تحكوا لحدا شو نشربكم اطروا الناس سريع حس حالي حقيقه ايه شو هاي الغرفه استنوا هون في انتي سياره انا هاي سيارتي او لا مش سياره هذا بكم بنتي إلينا عم بحكي لي انه هاي غرفه بنتك إلينا يعني هاي الشقره مرتي شكرا انا بحبك مرتي حبيبتي وينك احكي لي وينك بدي اروح هلا اموت اللي موتك استني علي نفتح هاي الغرفه كمان في هون اشي كمان لازم اخده مش عارف شو هو بس لازم اخده في هون رساله ايش هاي الرساله كان عم بحكي لي انه لما تكون حياه بنتي انا على المحك لا اقبل باجابه لا بنته هو ولا بنتي انا ولا مين بقدر اخذ هذا الاشي ليش غرفتي مرطبه هيك بقدر ادهنها في دهان هون احلى اشي بالجيم انه بتقدر تتفاعل مع كل الاشياء ليه 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 طلعت على التخت انا شو فيه نرجع نطلع نعرف شو وظيفتنا مش عارفين شو وظيفتنا احنا بعدنا في تلفون عم برن وينه هيو هاي تلفوني هاي تلفوني مين اللي عم برن هذا انا طلعت ما لي علاقه باللعبه اوكي لكان شو انا وظيفتي اروح انظف جرائم قتل في ناس تانين عملوها يعني انا وظيفتي بنظف في الناس اللي ماتت ليه 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 هيك انا مجرم يعني انا ما لقيت اشي اعمله بعد المطعم غير هاي الوظيفه المعفنه استنوا الزلمه اللي رن علي حكى لي تعال نظف الاشي اللي انا عملته طب انا كيف بدي اروح عليه مش عارف طب مش لازم اخذ معي معدات مش معقول ما يكونش في معي معدات عم بحكي لي شغل كمبيوترك ليه بدي اشغل كمبيوتري شو في عليه كمبيوتري الشغل اللي بشتغله بسيفه هون ليه بعمل هيك يعني شغلي مش مشرف ابدا ابدا شو لازم اعمل ايش هاد توقعاتي طلعت بمحلها طلعت الشقره هاي مرتي انا بس وين الفكره ماتت من 3 سنين الله يرحمها مش هون المشكله بس الفكره انه انا مطلوب مني ادفع للقبر تبعها لا ومش بس هيك والزلمه تبع القبر عامل لي خصم 20% وبيحكي لي لو سمحت سدي المصاري اللي عليك بسرعه بلاش نطلع مرتك من القبر طلعوها طلعوها عادي الله يجعلها ان شاء الله ما اندفنت حاس حالي حقيره كاتب لي تحت هاي مسؤوليتك انه انت تسدد هذا المبلغ اللي هو 320 دولار وشكله انا بشتغل هاي الشغله عشان اسدد حق القبر تبعها الله لا يوفقها بس جايز انا كزوج مثالي رح اتحمل هاي المسؤوليه ادفع حق قبر مرتي اللي ماتت يلا تعالوا معي نشوف المسج الثالث شو بيحكي لي فيه انا شكله اسمي مايكل لازم تعمل مهمتك على اكمل وجه انا احسن منظف يعني انت مش حتلاقي احسن مني بني ادم بلم جثث الناس استنوا قديش بده يعطيني بده يعطيني 15,000 دولار على اليوم انا عندي استعداد كمان ادفن بنتي اذا بدك عادي انا اب حقير بس انا هذا المبلغ عشان اخده لازم اروح انظف الجرائم اللي عملوها الناس ما عندي مشكله بنظف الجرائم اشلاء اللي بدكم اياه 15,000 دولار جايز انتوا متخيلين خذوا امي كمان عادي اكسبت ميشن اكيد اكسبت مصاري 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 ماني 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 يلا روح انظف اشلاء الناس حس حالي مجرمه ايوه هيك دخلت مجرمين دخلت عالم عارفه شو بدها تعمل شفت الدخله
يخرب بيته مستر كاستل. يلا 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 توكل على الله توكل على الله، هاد شغلنا هاد رزقنا. وين سيارتي انا؟ هون سيارتي بهذا المكان، عشان ايش؟ اذا اجت الشرطه علي افل سريع، ما اضل جوا احمل انا جرائم. لا انا جاي انظف الجرائم مش يدبسني فيها. هو من شكله مدخل مجرمين. طلعوا وانا عايش مستر كاستل، مكان مهجور. مستر كاستل انت هون؟ في اي جثه هون؟ اي ايد هون؟ اي جر هون؟ ما في داعي تطلعوا تسلموا علي، خلص انا جاي لعندكم اساسا. طلعوا المكان تفرجوا. ها ما بصير انزل لتحت، اطلع اطلع اطلع. وين بدك تنزل؟ وين بدك تنزل؟ برك الدم برك الدم، وين بدك تروح؟ جرم خطير مستر كاستل. فوت على البيت. لازم مفتاح عشان افتحه. ليه منون اجيب مفتاح انا عشان افوت لجوا؟ مش عارف، الحرب اللي صايره هون خطيره جدا. بس للامانه دمه كويس، ملان دم على الطاولات. ايش عم بحكي لي؟ استنوا استنوا، عم بيعطوني مهمات فوق. فاوند اواي انتو ذا فيلا. مش هاي الطريق تبع الفيلا؟ ثاني مهمه عندنا بتديسبوز اوف ذا باديز، يعني في عندنا خمس لازم احنا نروح ننظف مكانهم. اوكي اوكي، اخذت معدات التنظيف كانه مش عارف من وين جبتهم، بس صاروا معي. كي ننظف الارض. يلا يلا مسح 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 سريع. ايوه 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 هيك هيك، مسيح مسيح قديم انا. ليه هيك صار يوسخ؟ بطل ينظف. الشاطه صارت كلها دم. طب شو بدي اعمل؟ كيف بدي انظف الشاطه؟ بحكي لي كلين للشاطه، كيف بدي اعملها كلين؟ بدي مكان انظف فيه الشاطه. استنوا خلونا نروح ندور على مكان انظف فيه الشاطه بالمسبح. المسبح كله دم، شو الفكره الغبيه اللي انا حكيتها؟ اتوقع هون. يي لا مش هون. استنوا استنوا، انا معي ادوات تنظيف، هيها شايفينها؟ يي معي سطل، بحط السطل هذا. اوكي جبت هذا الاشي من معداتي انا، اتوقع لازم احطه هون واعبيه مي صح؟ يي اه والله صح. ايوه هيك نظفناها سريع. يلا امسح امسح امسح. هون في اي بقايا لدم؟ اي بقايا لاثار قتل حرب ضرب اي شيء؟ ايش هاي الاشياء اللي معي؟ ايش عم تحكي لي؟ يلا بسرعه بابا، يلا يلا بابا، يلا حبيبي، يلا يلا هيني جايكي جايكي انا. تخافيش تخافيش. استنوا اعطوني مهمات جديده. اجمع الادله، ولازم تنظف المكان، ولازم تجمع الاشياء الوسخه تحطها بزباله، ولازم ننظف المكان من الدم. هاي عملتها، هاي سهله. ولازم كمان نفضي البول. شو لازم اعمل عشان افضي البول؟ يعني 15000 درر درر بحفله واحده بغنوني. طلعت حفلات زيهم بالشهر، ببطل اشتغل هاي الشغله هيك بحسبه بسيطه، يعني عرفتوا كيف نصير اغنيه؟ خطير خطير يا جماعه خطير، انا منظف حفلات غير شكل. هون كمان في رصاص. شو الكيس تعبى؟ لازم اروح اكب الكيس. يوم مزبله مفروض اكب فيها. ما اتوقع انه هيك طريقه التخلص من الزباله، انه انا احطها بس باب الفيلا هيك. لازم انظف كويس 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 كويس. الله يرحمك الله يرحمك، بس انا مضطره انه اخفيك، مضطره، هذا شغلي هذا شغلي. انا عشان المصاري بعمل اي شيء، قصدي عشان اروح ادفع القبر تبع مرتي بشتغل اي شيء. اهم شيء مرتي تكون مرتاحه بقبرها، اهم شيء. الله يسعدها مرتي، لو ماتت من زمان. في صوت شرطه، في صوت شرطه. قفل 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 قفل، وانا مش عارف اعمل شيء. قفل. انا المفتاح اللي لقيته مش عارف لايش، اتوقع انه مفتاح هذا الباب. والله مفتاح هذا الباب. يو مصاري بقدر اسرقها؟ يي والله بقدر. لم لم لم، عادي عادي عادي، احنا بنشتغل شغل خطير. فتحنا الباب الرئيسي، هذا بيت. اوكي ناخذ هذا الاشي. ايش الحفل اللي صاير هون؟ شو عامل فيكي هذا مستر كاستل؟ اتفو عليك مستر كاستل، شو انك مجرم. سريع سريع ناخذ الادله. شو اعمل شو اعمل بالمكان؟ من وين ابلش؟ من وين ولا من وين ابلش؟ مش عارف. نبلش نلملم لم 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 يا طويل العمر لم. اتوقع انه انا بقدر احط السطل هون واعبيه مي ولا لا؟ جايز ايش هذا الاشي؟ انا طلعت اعبي مي، تذكرت انه انا طلت هذا الاشي بس مش عارفه شو هذا. اللي بيعرف يحط لي بالتعليقات. استنوا انا بقدر اخذ هي الاشياء. يي والله بقدر. لا لا حطيتها بزباله، حطيتها بزباله، ما بدي احطها بزباله. استنى استنى طلعها من الزباله، خذها الي اخذها الي. انا عم بجمع الادله عشان بس اطلع ابلغ عنه. هي بذره خير بس ما حدش مكتشفني هون. خلص اتوقع المكان نظيف. هذا هو مايكل، هذا هو كاستل. شوفوا حوض السمك، ليندوم احلى، حبيت. شوفوا احلى، طلعوه. اتوقع انه لازم استخدم معدات تاني غير المعدي اللي بين ايدي. السجاد بالموت لا ينضف، مش راضي ينضف اصلا. طب ننزل ننظف هون شوي. انا مش حزناني غير على شو؟ غير على ابو قميص مشجر هاد، بس هذا اللي انا حزناني عليه. البول نظفناه منيح 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 منيح. لا البول امرها تمام. ايوه حطك هون، تعالي يلا نظف 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 نظف. يي كسرت الكاسات. افتح هذا الباب نشوف شو فيه هون. ايش هذا القبو؟ عم بحكي لي اجمع الادله. اي ادله؟ هذا دليل اخذته. اوكي وهذا دليل اخذته. كمان السكينه لازم انظف هون سريع سريع. خلص المكان صار بيرفكت. تعالوا نطلع الطابق العلوي نشوف شو فيه. هذا بحكي لي انه هذا البني ادم جيمر. طلعوا، اتوقع انه هذا اكثر انسان اجرم فيه كاستل. ايش هذا؟ كان يلعب نفس اللعبه اللي انا كنت العبها وبعدين عملوا فيه هيك. كايس كايس ننظف المكان بسرعه بسرعه. استخدم معداتي، معداتي هاي سريعه. وين بدي اروح فيه؟ حطه بصندوق البيكم تبعي بسرعه بسرعه قبل ما يشوفك. حطه بسرعه هون. ايش هذا دليل؟ خلص اخذته اخذته. بقدر احط سطل هون، بيرفكت. مفتاح، في مفتاح لاي غرفه؟ اتوقع هاي الغرفه اللي حدي صح. خلص خلونا ننظف هون سريع. شكوش شكوش، اكسر 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 الباب سريع يلا.
طيب يلا سريع من وين نبلش؟ مش عارف. استنوا هذا دليل، اخذناه. ليه في ايدين؟ اتوقع انها كانت استنجد صح. في خاتم بقدر اسرقه. رانا هاي مرته احلى. استنوا هذا بقدر اسرقه. اخذته. وقعتك. يلا وين القشاطة؟ القشاطة الرجولة هيك جايز اشي لازم اعمله. لا صح، انزل لتحت. كل اشي صار معانا هون الطابق تمام. اه في كاس زبالي كمان. ايوه استنوني تحت هيني جيكم. اسرق 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 اسرق. ايوه هيك طلع اشي لازم اسرقه. ايه اخده قصدي المه. كاميرات المراقبة ايش بدنا نستنى؟ اوكي مستنى ما في شي ورانا عادي. اوكي هاي كاميرات المراقبة تبع البيت ديليت. حاسي في شرير 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 جواتي شرير. بس احنا كل الادلة. برافو علينا حقرة احنا. بس شو نروح نعمل؟ نتفقد برا سريع. تعالي الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك. كل هاد بس مشان ادفع حق المقبرة تبع مرتي. ايوه فوتي ايوه هيك هاي هيك 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 هيك. ايوه عدلناها برافو. الوضع هون اتوقع صار ايش بيرفكت. نطلع شو ننظف برا سريع. لازم اخذ هاي الجثه واحطها برا. تعال ابو قميص مشجر. انا اسفه حقك علي بس انا مضطره هذا شغلي. حط هون زيت هون في انا كنت ناسيه هاي. بسرعه ننظف سريع. انا اسفه كنت نسيتك. بسرعه نطول كيس زباله. هاي لازم اكسرها. ليه طيب؟ بسرعه التايم تبعي حيخلص. ايوه هيك كسرها. غبي كان لازم يكسرها اقوى من هيك. الامور هون تمام صح، كل إشي هون بيرفكت. طلع كاس زباله سريع لبرا. اوكي شو ضل علينا هلا؟ ضل علينا جثه واحده بس. اتوقع الجثه هاي رح تكون وين؟ غرفه الغسيل. تعالوا نشوفها هناك ولا لا. بسرعه. لا مش بغرفه الغسيل. طب سريع نروح نرجع ندور عليها بالبيت. أوبس. إيش هذا الشريط؟ خده دليل مصاري سريع. هذا بنسرق كمان؟ والله بنسرق. في جثة أنا مش عارف وينها، لازم أجيبها. أتوقع اللي كانت بالبيسمنت تحت بالقبو، بس مش عارفة أرجع على القبو أنا. من هون هاي القبو في هاي الجثة. ضل عندي بس 6 كاس زبالة وتخلص مهمتي. آخذ 15,000 دولار. هيك بكون نظفت كل مسرح الجريمة، كل المسرح نظفته. خفيت كل الأدلة. سرقت كمان. إيش هذا المكان؟ إيش في هون؟ عنده أماكن سرية كمان مستر كاستل. ايش كل هاي المصاري؟ خد سريع لم. والله انا سرقت مصاري اكثر ما نظفت. اشتر البول عم تتعبى مي. بيرفكت صار الوضع. نشوف بس هيك نظرة أخيرة، كل إشي تمام. عم بيحكي لي خد صورة. كيف آخذ صورة؟ كان بده ياني أصور له الباب، بده يتأكد شغل نظيف ولا لا. أنا مستر مايكل ملك تنظيف مسارح الجرائم. أيوه هون هيك لازم أروح آخذ صورة للبيسمنت. سريع أيوه بيرفكت. بده هون 3 صور مني. هاي صورتين 3. خلص لازم أغادر. نظفت كل شيء. ولا علي محقرني. عم بيحكي لي هل أنت جاهز لمغادرة الموقع؟ إذا غادرت ما بظبط ترد ترجع مرة تانية تظبط الأثاث أو تنظف الأثاث. جاهز كل إشي بيرفكت، كل إشي حطيته محله، ما تركت دم، ما تركت إشي، ما تركت جثة، أخذت كل إشي حتى المصاري أخذتها. اطلع. إيش تنظيفي كان 100%؟ لم زبالي 100%؟ يس كل إشي 100%. أو ماي جاد صرنا حاليا أغنياء. وين المصاري؟ مش عارف. هي أعطاني 15,000 دولار. تخيلوا صار معي 18,000 دولار و432 دولار. حاسه حياتي هلا حتتغير. تخيلوا شغل يوم واحد طلع انا فيه 18,000 دولار. مرتي اللي ميته انا بشكرك، لولاكي انا ما كنت تعرفت على هذا الشغل ولا كنت اشتغلته عشان ادفع حق ابرك. الله يرحمك، والله بتستاهل الرحمه. ترحموا عليها جايز، ترحموا عليها. بس لا شوفوا اللعبه حلوه عن جد حلوه. يعني انا صح لي 3 ساعات عم بصور، 3 ساعات لي 3 ساعات ونص عم بصور تخيل، بس استمتعت الصراحه. وبما انه انتم كمان ربحتوا معي 18,000 دولار انا اخذتهم، باركونا تحت بالتعليقات الي والكم. وما ننسى نعمل لايك ونعمل شير ونشترك بالقناه للي بعده ما اشترك، لانه قربنا نوصل. لا اتوقع وصلنا 30,000 مشترك، فايتين على الاربعينات، فايتين نعدي الاربعينات. فيلا خلونا نكمل رحله الثلاثينات سريع. وهلا بترككم مع هذا الفيديو، انا متاكده انه راح يعجبكم. روحوا احضروه، اعملوا لايك واعملوا شير، وارجعوا اعملوا سبسكرايب اذا نسيتوا تعملوا سبسكرايب. وبس وباي، وبشوفكم انا بفيديو جاي وبس. باي.